طبعا دي بعض الأمثلة، يمكن يكون في أمثلة كتير دكتور بولس، لكن بالختام عاوز أقول إنه العدو بتاعنا إبليس عدو لئيم، عاوز يدمر حياة الإنسان من كل النواحي. فإحنا اللي أنت عطيتنا زي نوع من الخارطة إنه كيف نحافظ على أنفسنا ونحتمي طبعا في دم المسيح، وندرك إنه هذا العدو اللئيم مهزوم، الرب يسوع هزمه في الصليب، وندرك أيضا إنه مش بس مهزوم، إنه الله أعطانا السلطة الروحية إنه أدوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو ما بتضر. وفعلا لما أنا بتمسك في المسيح وبحب المسيح وبمتلئ من الروح القدس وبتلذذ بكلمته وبروح للكنيسة وببتدي فعلا أركز على نفسي أنا إيش اللي محتاج، مش أقارن نفسي بالآخرين، ببتدي أشوف بمنظار الرب مش بمنظار إيش العالم بيملى علي. تمام. شكرا كتير دكتور بولس، الرب يباركك، وأنا بصلي أنه أسمع منك. إلى اللقاء.